مرحبا، أنا غيدة مرزوق، واليوم راح أعرفكم على شخصية بلشت من سنتين تقريبا مشروع كبير وأسست من خلاله مؤسسة أو فاونديشن لحتى تقدر تعمل نشاطات عديدة بتورونتو وبالتحديد تيست أوف ذا ميدل إيست. اليوم معي مؤسسة هالمشروع واللي هي السيدة همزة فرحات. همزة صباح الخير. هاي غيدة، كيفك؟ صباح النور. يا أهلا وسهلا فيكي. وبعدين هيك زقزقت العصافير، يعني الدنيا ربيع والجو بديع، يعني حسيت حواليك يعني لحتى العالم يشوفوا انه كمان كندا فيها طقس حلو، فيها عصافير، مش بس من يعني يشوفوا من دول عربيه انه كندا بس ثلج وبرد. مزبوط، لا معك حق، وخاصة بس يكون الطقس حلو كتير بحب الشغل من الباك يارد. هلا كلنا عم نشتغل من بيوتنا، اتس نايس. صحيح، هيدا الشيء الحلو، لانه فعلا واحد بده شوي ياخذ نفس وبده شوي يرجع يجرب يتعايش مع الوضع اللي عم نعيشه بالنسبه لموضوع الكورونا. انا بدي قبل ما نفوت بموضوع شغلك بهالفاونديشن، بدي نبدا شوي كيف همسه تركت لبنان، يعني باي عمر، وكيف ابتديتي بعدين كمان يعني دراستك ومن بعدها عملك بهالفاونديشن. بدك ترجعيني منيح لورا، لكن مش كثير، كلهم شي 10 سنين ماكسيموم. لا خمسه سته هيك 10. انا ربيت بصيدا، مع يعني مع ربيت بصيدا انا واهلي، سو جينا ترك بابا لبنان ب 89، اجى على امريكا وفات رفجي على كندا. المهم اختصار 3 سنين رجع بعدها ب 92، جينا على كندا على منطقه اسمها اورورا وبلشنا هونيك. يعني نحن خمس بنات واثنين صبيان، سو اسم الله عائله. وبلشنا اورورا مش كثير مالتي كولتشرال، يعني كان بوقتها ب 92 ما فيها كثير مالتي كولتشرال، ما في جاليات عربيه يعني ابدا، كان بوقتها لا كان في شيء عائلتين تقريبا. سو هون انا بلش الحب شوي، واهلي يعني لعاداتنا وتقاليدنا بتمرق بفتره شوي فيها كونفيوجن، عرفت لك انه لبناني كندي بحب هول بحب هول، بيصير مشاكل مع الاهل وقصص صحيح. وبنات خايفين علينا، بس هيدا الشيء اكشلي مركز شوي عليه لانه هيدا الشيء اللي خلاني بلش واشتغل مع الميدل ايسترن كوميونتي كم سنه لقدام. يعني وهيدا الشيء الحلو، يعني دلاتك متمسكه بهالعادات والتقاليد مثل ما قلتي، يعني لانه كمان حسيتي انه بدك تاخديها معك، ما بدك تنسيها بالبلد الام تبعك. وهون يعني كان التحدي كبير، لانه مش سهل يعني بعدين، حتى يعني الحمد لله هلا بعدين انتقلتي الى بلد، الى منطقه فيها جاليات عربيه كثيره، بس لحتى وصلتي لحتى تاسسي هالمؤسسه واللي هي لا تبغى الربح، يعني كمان الشركه، كيف باول مؤسسه كيف اشتغلتي عليها وكيف بديتي تحضري، لانه مجموعه كبيره عم يعني يشتغلوا معك وفي عندك عدد من سبونسرز وكمان مؤسسات اعلاميه عديده عم بتغطي الحدث. يس الحمد لله الحمد لله. بلشت انا بلشت شغلي يعني عمري 21 سنه، درست ماركتينج وبلشت شغل بالمطاعم وهيك. المهم لونج ستوري شورت، اي لاف ايفنتس، اي فيل ان لاف وذ ايفنتس ثرو مطعم كان انه عن جوزي وهيك. بلشت شركتي اول شيء كونسيدرت دان ايفنتس اللي هي ايفنت مانجمنت، واخترت تكون الميدل ايسترن كوميونتي هن النيش ماركت تاعولي. ليه؟ لانه متشربه عاداتنا وتقاليدنا وبحب اشتغل مع الكوميونتي تاعتنا. اشتغلت ايفنت مانجمنت اولموست يعني 2015، بلشت 2014، صار عندي الاكسبيرينس وعملت كثير شغل لكلاينت مثل بارامونت، فاين فودز، ون اوف ذا ميجر وانز ذات بيبل نو. صديق محمد فقيه، نعم exactly he is one of my mentors actually، محمد فقيه بنوجه له تحيه كثير تحيه كبيره كثير. واشتغلت كثير مع المطاعم العربي والكوميونتي العربي هون وحبيت. سو انا كثير بروح على فيستيفلز وايفنتس، وفي عندنا كثير نوت فور بروفيت اورجانيزيشنز بس سبيسيفيكلي فيستيفلز وانترتينمنت كثير بحب. سو قلت يا بنت ليش لا، هيك قلت بدي بلش فاستيفال بس بدي بلشه بطريقه هيك كنديه عربيه ونعمل بوم. سو اخترت اللوكيشن هو يانج وداندا سكوير، يعني ان ذا هارت اوف ذا سيتي كان الماركتينج تاعولنا. وما حقلك كتير كان فيها تخطيط، كنت خايفه بس انا من النوع الجريئه وبحب الريسك، بحب هيك اعمل شغلات يعني شوي هيك تكون مجنونه شوي. سو بلشت وشوي شوي كان عندي already connections والناس they trust me لأنه I've worked with them. وأول سنة 2018 young Dundas كتير بهمني التيم، كيف حط التيم مع بعضه. سو هيدي بركز كتير عليها أنه put the right team حتى لو volunteers، وعملنا شغل حلو. وأول يعني أول festival بال 2018 بتذكر هيك وقفت عم بتطلع على الإيتن سنتر قد ما إجا عالم بكيت. I was like it was beautiful. لأنه 44 ألف شخص تقريبا، يعني هاي مش سهلة، واحد أول مرة عم بينظم مهرجان يعني هالقد يكون عنده إقبال.
مظبوط، مش سهلة حظيتي هيك. أبدا. اول سنه عطوني السكيورتي، هن بيعملوا استمت لانه اتس ان اوبن ايفنت، سو بيعملوا استمت للارقام، سو انا فايت كثير بقصه الاستمت ناطره. سو ذي سيت 38000 بين 11 اند 11، والفيديوهات كلها بتبين هالشيء لانه اسم الله العالم ضلت كل الوقت ومبسوطين. سو ات واز بيوتيفول. سو رجعنا للسنه اللي بعدها 2019 بيونج دانداس سكوير. هلا صغر علينا يونج دانداس، سو ناقلين على نايثن فيليبس سكوير which is أكبر بتورونتو، وكنا حنعمل يومين بس صارت قصة كوفيد 19. صحيح صحيح، للأسف هيدا الشيء منع كل المهرجانات وكل النشاطات تصير اللي بدها تصير على صعيد جماعي، بس هيدا الشيء ما رح يمنعكم أنه تقوموا كمان هلأ بنشاط اللي هو كمان سابت نايت رح تعملوه بأول أغسطس. مظبوط. هلا الفستيفال اكشلي بعد ما عملت لها اناونسمنت، سو اول مره حنحكي عليها بابليكلي معكي، سو بعدنا عم ندرسها شوي، سو وير نوت كانسلينج. نطرت شوي هيك بس لنشوف شو عم بيصير. هلا القانون بيقول انه الايفنتس اللي فوق ال 20000 بدها تتكنسل كفستيفال، سو ما حنعمل فستيفال هو كل العالم بنيثان فيليبس سكوير، بس ان شاء الله باي ذا اند اوف جون يعني اخر حزيران بعدني عم بعمل البادجيتنج والقصص لتزبط، حنعمل شيء كثير مهضوم اللي هو ريديزاين للفستيفال. اوكي ايه صح، حنضلنا نعمل تيست اللي هو اوكي طيب حخبرك شويه تفاصيل بس بعدنا عم نعمل لهم ايرنينج، واذا زبط كل شيء بنعمل لانش ان شاء الله بجون. عم ضل اطلع أوكي. هيك حطلع فيكي اكثر. 3 ليفلز للفستيفال حيكون، اللي هو حيكون تيست اوف ذا ميدل ايست نحن مسمينه تومي مختصرينه، سو تومي توجذر اللي هو نشجع البزنسز الريستورانتس الفندرز اللي بيجوا لعنا على الفستيفال، هن ومحلهم الريستورانتس حنروح لعندهم نحن اوفر ذا ويكند. سو هيدي حتكون ليفل تومي توجذر، بيرجع في شيء اسمه تومي اون ويلز، عم نشوف قصة البساط وما البساط تو بوب اب يعني، وهيدي حتكون فوكس اكثر على الميوزك والباندز والارتست رايت. وتومي لايفز اللي هو حننقل كل شيء لايف ان شاء الله، ان شاء الله تزبط، اذا زبطت البادجيتنج وكل شيء سوا حنعمل لانش بجون، وحتكون باوغست اخر اوغست الفستيفال ان شاء الله. وهيدا الشيء اكيد كثير حلو لانه كلنا بانتظار هيك نشاطات، وفعلا الحلو انه واحد عم بيحافظ على هذا الموضوع لانه يعني الحضاره والثقافه كمان الشرق اوسطيه الحلو فيها كمان انه كمان يعني لان العالم اوقات بيفكروا بس انه الاكل يعني بس هي اكل وموسيقى، ما بيعرفوا قديش فيها فعلا تفاصيل حلوه وثقافات مهمه لازم يتعرفوا عليها، خاصه اللي تركوا بلادهم الام من سنوات طويله. مظبوط معك حق 100%، وهيدا الهدف تعول النوت فور بروفيت اللي هي تيست اوف ذا ميدل ايست فاونديشن. الهدف يعني سمبلي الميشن از سيليبريت كانديان ميدل ايسترن ميوزك ارت اند كلتشر اللي هو الكلتشر انكلودينج الفود. ليش بقول انا بركز على الكانديان لانه نعمل ميكس، بس في لغه انا لانه جيت صغيره مريت هيك فتره كونفيوجن ايدنتيتي، سو في لغه بتنحكى مع العربي الربيان هون شوي بطريقه تانية، بحبوا الفيوجن، الفيوجن ميوزك، الفيوجن اكل، الفيوجن اول اوف ات. سو بنحكي مع اثنين، بنركز على اثنين بالفستيفال، وطبعا بنحط الدبكه والعربي العربي، سو وي ورك اون بوث، بيبل لافد ات ويتش از جود. هيدا اهم شيء يعني لما العالم عم تجي والفندرز عم تجي والسبونسرز ان شاء الله يكترن الله يا رب عم يجوا يعني عم نعمل شيء حلو ان شاء الله. اكيد، وهيدا هون الصعوبه يعني هون في مؤسسات اعلاميه كبيره من كان كمان كل الاكبر المؤسسات الاعلاميه الكنديه عم بتغطي هالحدث وعم بتكون معكم كمان لحتى تغطيه هالحدث الكبير كتير، وايضا هون بتصير المسؤوليه بعد على ظهركم اكثر. قديش عم بيكون في مساعده من الحكومه او من الدوله، او قديش كمان عم بيكون اعتمادكم كله بس على سبونسرز؟ هيدا موضوع طبعا طويل شوي وبيقهرني شوي بس حخبرك شوي تفاصيل. سو انا باول سنتين هو نحن بورد اوف دايركتورز، سو انا I've been investing as Hamsa as my husband actually is one of my main sponsors، والسبونسرز اللي معانا من اول سنه بعقدوا كلهم، بس عم نكبر شوي شوي يعني تكلفة الفستيفال إذا بتفوتي بالأرقام الناس بتنصدم، بس عم نعمل كل شيء حلو وبروفيشنال right؟ هلأ بعدنا ولا جرانت من الجوفرمنت، بس we're building يعني كل شيء بده وقت، بدك تعمري لحتى توصل إن شاء الله. يعني هيدا السنة مفروض إن شاء الله يجينا جرانت من الفستيفال، يعني هو مقسمين في جرانت للأرتست والميوزك لأنه نحن we wanna support them، بس we've been paying everybody حتى لو honorarium fee، we run on volunteers يعني أنا I'm pure volunteer we run on volunteers، بس برضو عم يشتغلوا معي السب كونتراكتورز كلهم يعني wherever we can pay، طبعا we pay لانه we work long hours كثير بنشتغل ساعات طويله. صحيح صحيح، لانه معي كان بورد كبير كمان من الاشخاص عم يشتغلوا الى جانبك لمساعدتك
بتأسيس كل هالعمل الكبير اللي عم تشتغليه، بالإضافة إلى متطوعين، يعني بس متطوعين فقط، وأيضا طلاب جامعيين كمان عم بيكونوا معي مظبوط كمان ليدعموك. يس. بنركز كثير على اليوث، الحمد لله ما حدا اشتغل معنا بالفستيفال، حتى التيم ليدز، حتى الفولنتيرز، الا بعدني بشتغل معهم باشياء ثانيه كمان، يعني بناخذ ايفنتس ثانيين، بنشتغل مع بعض هلا على السبت نايت لايف، بصير في هيك مثل كونكشن، وانا اي ريلي بليف ان ذا تيم، يعني هلا ذا سبت نايت شو اللي عم نشتغل له بعدنا عم ناسس صرنا شهرين التيم، لانه اذا التيم سترونج كل شيء بصير عندك يعني احلى واهون، صح. وي بيلد توجذر يو نو، سو اي ريلي بليف ان ذا تيم. صحيح هيك هذا بالبشرة يعني مش درسيتها، بس أول ما بلشت إنه I'm like the team is the most important، منشيل عن بعض، عرفتي؟ صحيح هذا هو الأساس بالنهاية. لما واحد بيكون ريل ليدر بيكون بالنهاية هو، لما واحد بيقدر يبني تيم ويقدر هو فعلا يحس حاله قادر يتكل عليه، والناس هن الأساس فعلا. وهيدا بتصور كمان مثل ما عم تقولي، لأنه محمد عم تقولي منتور لإلي، كان محمد كتير بيركز على هذا الموضوع، بيقول أهم شيء الناس 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 هن الأساس فعلا لكل عمل ناجح. وهون كمان بدي أقول لشغلي، يعني أنت كمان غير انه عم تشتغلي بالمؤسسه كمان مثل ما قلنا بشكل تطوعي، لانه هي لا تبغى الربح المؤسسه، انت كمان يعني سيده متزوجه وعندك اولاد وعندك عائله، كيف عم تقدري كمان تنسقي كل هالامور مع بعضها؟ جوزي طبعا كثير سبورتيف، اولادي سبورتيف، بنشتغل مع بعضنا، اولادي دي فولنتير ان ذا فيستيفال، سو هيدا جزء كمان. طبعا انا بعدني بعمل شغلي اللي هو ايفنتس فور كلاينتس كمان، رايت عشان انه اتس ماي جوب. بدها بيشنس، بدك وقت، بدها بيشنس، الاولاد بيساعدوا من هون، نحن بنساعد من هون، متخانق شوي من هون، يساعدوني من هون، ما بمشي الحال، بس اهم شيء عندي انه في باشن، في حب للي بعمله، يعني الايفنتس انا عندي اتس لايك ماي التيميت هاي، عرفتي كيف؟ سو اي لاف ات، والناس تكون مبسوطه كثير حلو كمان. اكيد هيدا هو الشيء الاساسي، ولما بتشوفي النجاح وعم تشوفي فعلا اقبال الناس، هيدا اكيد بالنهايه بده يرجع لك السعاده الجوانيه، بتحسي حالك انه يعني تعبك ما راح ضيعان. انت اسم الله عم تقولي انه انتوا عائله كبيره، يعني اسم الله 5 بنات وشابين، وانتقلتوا وقتها كلكم مع اهلكم انتوا صغار الى كندا، قديش بعد عندك تواصل، يعني العائله بعدها موجوده بكندا او توزعت، وقديش عندك بعد تواصل مع لبنان؟ العيلة ايه قراب اسم الله كتير من بعض، مش شوي، ماما الله يخلي لنا اياها، يعني جامعة العيلة كلها مع بعض، يعني اعطيكي اكزامبل، هلا بعثوا لي صور على الفاميلي جروب على الواتساب عم يعملوا صاج بالباك يارد، يعني تخيل، عرفت؟ انا شوي بعيدة عنهم بسكاربر، سو كتير بعدنا متماسكين، عندي اخت بالكويت، سو يا نحن بننزل بنشوفها يا هي بتجي بتشوفنا، وخي هلا نزل كمان ريلوكيت على لبنان، بس اجمالا بنشوف بعض كل صيفية تقريبا، تواصل بلبنان يعني قد ما فينا ننزل، انت هلا بكندا بتعرفي مكلف النزله على لبنان، اخر مره نزلت 2016، نزل ابني رجع بعدته مع ماما بس تنزل على الصيفيه عشان كثير بحبوا اولاد لبنان كمان، قد ما فينا ننزل بننزل. وهذا الشيء الحلو، يعني بدلك حسي حالك اكيد بتواصل كل الوقت مع بلدك، بلدك الام، يعني مثل ما قلتي، لانه كمان انت عم تحاولي تنقلي لهالبلد الى كندا وكل الجاليات اللبنانيه والعربيه كمان اللي موجوده بكندا، وعم بيكون عندك كل القادمين يعني من المقيمين بتورونتو بكندا ومن امريكا كمان. مزبوط، اجانا منيح ناس من امريكا اكشلي لاست يير، والسنه كنا حنعمل ادفرتايزنج اكثر للتوريزم للفستيفال، وحنعمل سيرفيز اكثر حتى نعرف من وين بالضبط عم يجي العالم. الحلو انه تقريبا عندنا 70% ميدل ايسترن باك جراوند، يعني نحن بنركز على العربي، ارمينيان، بيرجن، رايت، بس اكثر شيء العربي طبعا، بس النون عربي اللي بننبسط فيهم بس يجوا شي 30% او حتى شوي اكثر، لانه بيسالوا عن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن اكلنا وبيحبوا، سو هيدا جمال تورونتو، الدايفرسيتي تاعيتها كثير حلو، صحيح احساس حلو. صحيح. هون كمان بدي احكي كمان لنختم سوا بموضوع المشكله الكبيره اللي عم بتلف العالم كله، واللي هو موضوع جائحه كورونا، يعني كمان هون كورونا اللي يعني عرقلت كل الاشغال بكل العالم، ووقفت كتير الأمور، وصار واحد يقول خلص في شيء ما بعد كورونا يعني. وهلأ في أوقات بيقولوا لأنه بلش يشيلوا شوي اللوك داون أنه قامت كأنه خلصت كورونا، وهذا الشيء مش صحيح، إنما للأسف بعدنا هالشيء المجهول اللي خايفين منه ومش عارفين إمتى حيخلص، قديش رح يضل معرقل حياة هيك أنشطة، وقديش بتحسي أنه لا رح تحاولوا تتعايشوا معه وتمشوا أن باراليل مثل ما بيقولوا معه. بتعرفي أنا يمكن
اللي بيعرفوني بيقولوا يمكن إيجابية زيادة عن اللزوم شوي. الحمد لله يعني إن شاء الله ضل هيك. أنا بالنسبة لي يعني خلص متبعة القوانين، أهم شيء عندي القوانين شو بيقولوا لنا لا تسايم نعمل، بس حسيتها بوزيتيف صراحة، يعني خسرت شوي إيفنت بس بنفس الوقت من ميلة تانية هي أنا عم نعمل شو حلو اسمه The Sabbath Night Show right؟ so بتخسري من ميلة بتساعدي من ميلة. We're very lucky we're in Canada، بلاد تانية أصعب، عرفتي كيف؟ يعني إذا وقف شغلك شوي في unemployment بيساعدوك لتمشي حالك وأمورك، وأهم شيء صحتنا منيحة وأهلنا منيح وعم ننتبه ومنا نمشي. يعني هلأ بالفستيفال مع القوانين، بس مثل ما بقولوا يعني بيسكرها من ميلة بيفتحها من ميلة، أنا هيك بحس، عرفتي كيف؟ سو هيك بفكر، يمكن اجابه زياده عن اللزوم، بس انه في اوقات طبعا عرفتي بتحسي حالك مسكره بوجهك، بس ما نضلنا نحاول نطلع لقدام لانه ما في شيء فينا نعمله لنصلح، بدنا نمشي مع القوانين شوي شوي. صحيح، هيدا هو الاساس مثل ما قلتي، يعني واحد كمان يفكر بايجابيه لانه بالنهايه عن جد واحد لما what goes around comes around مثل ما بيقولوا، يعني فعلا اذا واحد بده يقول وبده يحط الحزن بالجرن ويقعد وينطر المصايب ما بيخلص ابدا، اذا واحد ما بده يحط اراده قويه لحتى يتخطى هالمصاعب ما بيقدر يطلع منها. انا بدي اقول لك إيه اكيد مش غلط يدبرس شوي الواحد باللبناني، يعني كلنا بنمرق فيها بس نحاول نطلع منها، خاصه بالاول عرفتي كيف كانت، بس نحاول نطلع منها لانه ما في حل تاني. صحيح مثل ما قلتي، هي مش غلط بس هي اوقات لانه واحد ما في مجال ما يغطس اوقات بانه حاله اكتئاب صعبه، لانه ما في شك اكيد هذا الشيء عم يمرق علينا جميعا وين ما كنا بكل انحاء العالم. على امل ننتهي منه يا رب باقرب وقت ممكن يا رب، ويرجع يجمعنا باهالينا بلبنان ايضا ان شاء الله. وكل الجاليات العربيه تقدر تجتمع باهلها بكل مناطقهم الام. كل التوفيق لك يا رب لكل النشاطات اللي رح تقومي فيها، ان كان من سبت شو وان كان كمان من كل الانشطه اللي جايه، ورح نضل نواكب معك نحن اكيد بهالنشاطات لانه فعلا تستحقي كل الاحترام والتقدير انت وكل فريق العمل تبعك اللي عم يشتغل معك. تسلمي كتير غيدة، أنا كتير مبسوطة، نيرفس شوي كنت معكي طبعا لأنه غيدة حبيبتي إن شاء الله يكون جوابت كل أسئلتك يعني اللي سألتيها، ومنضلنا على اتصال إن شاء الله أكيد، وبدنا مساعدتك بالشو أكيد وخبرتك. أكيد أنا سعيدة أكيد لأنه تعرفت عليك، وأكيد أنا رح كون معك أكيد إن شاء الله، بسرني وبفتخر أيضا أنه أكون مشاركة معك أكيد قريبا جدا بأعملك وبالفستيفال تبعولك، لأنه هذا الشيء كمان أكيد بهمني كتير وبيعني لي انه اقدر اكون مع اشخاص هالقد مقدرين شغلهم وقادرين فعلا يكونوا قد الحمل وزياده. شكرا كثير لك همسه، يعطيك الف عافيه. همسه دياب فرحات من تورونتو، تيست اوف ذا ميدل ايست، وهي مؤسسه والدايركتور لهالفاونديشن. يعطيك العافيه لكم جميعا، الى لقاء قريب ان شاء الله، ولحتى تحضروا هاللقاء مع همسه فيكم اكيد تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لالي غيدا مجذوب، وايضا على كل السوشيال ميديا، وانا بشوفكم بلقاء جديد.